الزمالك اهلي كلمنا فيها ناس كتير جدا، لكن الاهلي هو الاقرب يقال يا كهربا، ويقال ان اتكلموا معاك او بعض الوكلاء اتكلموا معاك. انت شايف ايه يعني؟ انت شايف الدنيا ماشيه ازاي معاك الفتره الجايه؟ عايز تكمل في امبي؟ عايز تروح الاهلي؟ عايز تروح بره؟ انت بتفكر ازاي؟ والله كابتن، يعني اليومين دول بسمع كتير من الاهلي والزمالك من الاعلام والله كابتن، يعني وانا يعني لحد دلوقتي بس مركز مع فريقي انبي خالص، بس الموسم ده ان شاء الله كده على خير باذن الله معاهم، وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه، يعني في مركز كويس ان شاء الله، وبعد كده ربنا يكرم. انا اليومين دول يا كابتن مستني حاجه كده ان شاء الله من اوروبا، ربنا يكرم ان شاء الله اليومين الجايين دول توصل باذن الله. انت بالنسبة لك اوروبا هي اول حاجة عايزها؟ اه ان شاء الله كابتن باذن الله، يعني طب ده كل واحد طبعا انت عارف حقك كنت لعيب كبير طبعا في مصر، يعني ربنا يخليك. وعارف ان اي لعيب طموحه ان هو يروح يرجع اوروبا ويلعب في اوروبا تاني برضه، طبعا فربنا يكرم ان شاء الله يومين الجايين دول ان شاء الله ولا ارجع اوروبا تاني باذن الله. طب كهربا، فين في اوروبا جايلك حاجة؟ فين؟ سويسرا تاني ولا منطقة تانية ولا بلد تانية؟ لا مستني ان شاء الله حاجه اليومين الجايين دول كده من البرتغال باذن الله برتغال. ان شاء الله. طيب ما جاش لا قدر الله، يعني لا قدر الله ان شاء الله تمشي باذن الله الدنيا وتبقى كويسه، ان شاء الله ربنا يخليك هتقعد السنه الجايه في امبي ولا السنه الجايه؟ انت اني واي جات لك اوروبا ما جاتلكش، انت هتروح لانديه القمه، او يعني امبي انديه والله قمه برضه، والله لكن قصدي انديه كبيره بص يا الزمالك كابتن، الاهلي يعني. شرف لاي لعيب في مصر ان هو يلعب للنادي الاهلي او نادي الزمالك، هو الحق يعني عارف الكلام ده. طبعا انا تحت امر اداره انبي، لو اهلي او نادي الزمالك طلبوني انا تحت امر نادي انبي الاول، اللي هم يسيبوني نادي انبي وبعد كده انا معاهم يعني موجود في اي وقت. انت بتميل لايه اكتر؟ انا بميل لايه والله يا عادي، كابتن كل على فكره في العالم كله كل لعيب بيبقى بيميل لحاجه، مش شرط على فكره تلعب فيها، ممكن تلعب في المنافس وتبقى احسن انا لعيب عارف، بس عندهم والله يعني. يا كابتن انا بميل انا حياتي بميل ان انا عايز اشوف مصلحتي فين واروح لها بصراحه، يعني انا ما اكيد بلفش الدور والله بتكلم كلنا كده بصراحه، طبعا. بس انا مصلحتي يعني اهم حاجه مصلحتي. انا مصلحتي في اوروبا هرجع اوروبا تاني والله حضرتك عارف، بس فانا لسه يعني شايف نفسي طب فين واروح المصلحة دي فين انت بتشوفها اللي هي كورة يعني انك تلعب مع فرقة تكسبك، ولا المصلحة دي ان انت تاخد فلوس كتيرة في الموسم؟ لا فلوس المصلحة يا ايه كابتن، بالنسبة لك؟ ما ادورش على فلوس والله، انا ما لا انا ادورش على بسألك، فلوس لا بسألك يعني والله، اولوياتك ايه؟ انا عارف انا يا كابتن والله عاوز، انا عاوز يعني انا عاوز اوصل لطموح اعلى، يعني لو ما جاليش اوروبا ان انا اقدر ان شاء الله اعمل موسم كويس ان انا ارجع اوروبا تاني، يعني برضو يعني الفريق اللي انا هروح له او اقدر اساعدهم وان هم برضو يساعدوني ان انا ارجع اوروبا تاني ان شاء الله يا رب يا كهربا، يا رب. واتمنى لك التوفيق، وما اشوف في ملعب ان شاء الله باذن الله. انا ربنا اتضايق انك مش يخليك يا موجود رب بكره، عندنا يا استوديو رب تحليلي هنحلل لكم وانت مش موجود، ان شاء الله المره الجايه تكون موجود باذن الله، وانت تالق دايما. يا رب، ربنا يخليك حاجة كابتن حازم، في واشكرك عون يا ربنا. محمود، شكرا جزيلا. محمود كهربا نجم نادي ام بي. طيب ارجع بس للاسماعيلي.